سي محمد زيان، ما هي الاعتصامات ديالكم بعد العفو الملكي؟ على كل حال بداية، حنا كنقولوا واحد بداية رقم لا نهاية له. ملي كيكون 188 تقريبا الثلث ديال الناس مرتبطين بالأحداث ديال الحسيمة تطلقوا في دقة واحدة، الثلثين راهي جاية. وكنظن كيفية ذكية أنه يتطوى الملف بعفو ملكي، لأن المغاربة موالفين أن في الحزمة في الظلم في المصارعة ما بين الأطراف والأحزاب، والملكة هي اللي كتفصل له، لأن كنشوفوا فيه الحكم. بالنسبة لمدينة الحسيمة، المشاريع اللي هي فيها، أنت تطلع لتماك أش تلاحظ وأش تقول لك الساكنة؟ الطريق، أول حاجة الطريق خاصك تربط الحسيمة بفاس، هذه أهم حاجة وأسرع حاجة، لأن وإذا ما كاينش الربط وما كاينش وسائل التواصل والاتصال ما كاين والو. ثم ثانيا خاص القضية ديال المستشفى تعالج، ولا سيما ديك المستشفى ديال الإمزورن اللي غادي ببطء كبير جدا، كخصهم يتسرعوا فيه بزاف. كتبقى حينئذ أن الالتزام بأن المنطقة الصناعية اللي تخوت كلها ما تتبعش شي مضارب عقاري باش يدير لينا عاوتاني عمارات ونزيدوا فهاد البسالة الخاوية ديال هاد العمارات. طلبتي الرد على مصطفى رميد، اش غتقولوا في هاد الخرجة ديالو؟ لا، أنا كنشكرو اللي اعترف بأن الحكومة عمرها ما خرجت بلاغ رسمي بانه الاحداث ديال الحسيمه انفصاليه. كيقول لك بان هادوك اللي صرحوا في الدار ديال السي سعد الدين العثماني في الليله اللي كان جمعهم فيها وزير الداخليه، كانوا كيديروا بتصريحات اللي ما كتلزمهم كاشخاص وليس كاحزاب. معنى هذا انني انا من خلاله استنتج بانه الحزب العداله والتنميه ما متفقاش بالاطروحه ديال الانفصاليين، وبان الحكومه عمرها ما تهمت الريف بالانفصال. هذه خطوه ايجابيه جدا. تلقاو انت وياه فيما يخص هذا العفو الملكي وبان المسائل خصها تهدن وترجع المياه الى مجاريها؟ لا، انا كنتلقى مع السي مصطفى الرميد بزاف ديال الامور، عندنا قواسم مشتركه عديده بما فيهم اهم قسم مشترك هو الحق في الاختلاف، ولكني راه السيد كيعرفني بان كنقدرو وكنحترمو وكنعرف بان قم مجهودات. مع الاسف هو من الناس اللي كنعرف بان الاستقلاليه ديال النيابه العامه كانت غتخلق مشاكل لانها ما مضبوطاش، وفينالمون كان معنا الحق. لا سيما انكم جوج وكان وزير كنتي سابق ديال حقوق الانسان، هو الان تيشرف على هذا القطاع. وكنا محاميين وكنا مناضلين ديال الحق، وكنا دابزنا من اجل العدل والعداله، وجمعتنا ملفات قاصحه بزاف، ولا سيما بعد الاحداث ديال الارهابيه اللي كنعرف في المغرب في في في, في 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 الدار البيضاء. وكنظن اللي كيجمعني هذيك الرغبه انه المبادئ وقرينه البراءه والحق في استرجاع الحريه هي اساسيه عند التفكير في حل المشاكل. اخر كلمه في حق هذه الحكومه، واش غادي نقول لك؟ كنظن الظرفيه الحاليه لا الدوليه لا القاره لا المحليه ولا الوطنيه ما تساعدهاش باش تنجح. انا ما كنظنش بان الحكومه عندما لها من 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 كفاءات ومن قدره ومن تصورات اللي يمكن تبقى حتى 2021.